بالرغم من الأزمة اللي بيعيشها العالم في الفترة دي وتأجيل عرض الكتير من الأفلام بسببها، إلا إن سنة 2020 هتكون طفرة في عالم السينما. وفي الفيديو ده هنتكلم عن أبرز وأفضل أفلام الأكشن لسنة 2020 من بداية السنة لغاية شهر مايو، ونبتدي في فيلم 6 Underground. هو فيلم أكشن بتدور أحداثه حول ملياردير بيرغب في إحداث تغيير حول العالم، فقام بتكوين فريق من 6 أفراد متميزين كل واحد في مجال تخصصه، واللي بيتم جمعهم من جميع أنحاء العالم بسبب مهاراتهم ومواهبهم المختلفة، وقاموا بتزييف موتهم عشان يبدأوا حياة جديدة يقوموا من خلالها مطاردة عدد من المجرمين الهاربين من العدالة. وخلال الأحداث بنتعرف على حياتهم السابقة وماضيهم اللي بيهربوا منه، وده في أثناء محاولتهم لإحداث انقلاب في أحد الدول لإنهاء حكم الطاغية اللي بيحكم من سنين. الفيلم تم عرضه في أواخر 2019، وأكتر حاجة بتميز الفيلم المطاردات ولقطات الأكشن اللي معمولة باحترافية وبإخراج غاية في الروعة. لو حابب ساعتين من الأكشن الرائع فأنا بنصحك بمشاهدة الفيلم ده. فيلم Bad Boys for Life هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Bad Boys الشهيرة. السلسلة بالمجمل بتتكلم عن مغامرات الشرطيين مايك وماركوس في حياة الجريمة المليانة بالألعاب والدم. سر نجاح السلسلة مش بس بيتمثل في جودة الجريمة نفسها، ولكن أيضا جودة عنصر الكوميديا اللي بيبرع فيه الثنائي ده. قصة الفيلم المرة دي بتتمحور حول مغامرة جديدة بالتأكيد مليانة بالحماس والكوميديا زي ما تعودنا. ففيها بيعود بيرنت اللي أصبح مفتش للعمل مع زميله القديم لوري اللي بيعاني من اكتئاب مرحلة منتصف العمر بعد أن يقوم مرتزق ألباني برصد جائزة مالية للي يقوم بقتل الثنائي انتقاما لأخيه اللي اتقتل على إيدهم. الخبر الحلو أن الجزء الثالث مش هيكون الأخير، حيث تم الإعلان في يناير 2020 أن هناك جزء رابع دخل في مرحلة التصوير. فيلم إكستراكشن بيتكلم الفيلم عن قصة رجل بناء مرتزقة اللي بيقوم بدوره متألق كريس هيمسوورث اللي بنشوفه من اللحظة الأولى مش بيخاف من الموت، وده اللي بيخليه بيقبل أي مهمة حتى لو كانت مستحيلة، وده اللي فعلا بيحصل بالظبط، حيث بيتكلف بإنقاذ ابن أحد زعماء الجريمة العالميين اللي تم اختطافه من زعيم جريمة آخر، وإنه الشخص الوحيد اللي قادر على أداء هذا النوع من المهمات. ولكن في قلب عملية الاستخراج المستحيلة دي بتخرج الأمور عن السيطرة وبتتحول الأمور إلى الأسوأ. الفيلم أكشن من الدرجة الأولى، المشاهد القتالية مصممة بشكل رائع وهتستمتع بمواجهات إطلاق النار والسلاح الأبيض بالإضافة إلى القتال المباشر وكل ما يمكنك تخيله من المواجهات الدموية اللي هتحبس الأنفاس لدرجة إنك مش هتركز في أي حاجة تانية من أول الفيلم لنهايته. فيلم Birds of Prey بتدور أحداث الفيلم حول تحالف مجموعة من الشخصيات النسائية البارزة في عالم دي سي من الأبطال والأشرار المشهورين، وبيدور الفيلم بعد نهاية علاقة هارلي كوين بالجوكر أثناء أحداث فيلم Suicide Squad سنة 2016، وبتقوم بالانضمام لفريق البطلات صاحبات القوى الغريبة زي شخصيات هانترس وبلاك كاناري وريني مونتويا، والقيام بمهمة إنقاذ فتاة بريئة من إيد الشخصية الشريرة وإمبراطور الجريمة في مدينة جوثام الملقب بالقناع الأسود. ومن المتوقع أن يساهم الفيلم في توسعة عالم دي سي بطرق كتيرة، أولها إلقاء نظرة أقرب على مدينة جوثام وأجواءها الظلامية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الشخصيات الجديدة اللي هتكون لها تأثير بارز في أحداث أفلام هذا العالم السينمائي الجاية، وفي مقدمتهم الأجزاء التانية لفيلم جاستس ليج وسويسايد سكواد. فيلم بلود شوت بتدور أحداث الفيلم عن محارب قوي، ولكن للأسف قوته ما ساعدتوش إنه ينجو من الحرب هو وزوجته، وبعد مقتلهم بيتم إعادته للحياة مرة تانية من قبل فريق سري من العلماء اللي استخدموا تقنية النانو تكنولوجي لعودته للحياة، ولكنه أصبح آلة قتل مجهزة بالتكنولوجيا الحيوية اللي بتفوق طاقة البشر، وعنده قدرات خارقة زي العضلات القوية جدا والقدرة الغير طبيعية على الشفاء السريع من الجروح، وبيتم إطلاق عليه اسم بلاد شوت. وأثناء تدريبه في البداية مع زملائه من الجنود الخارقين بيكتشف انه مش فاكر اي شيء من حياته السابقة، ولكن وهو بيسترجع ومضات من ذاكرته بيتذكر الرجل اللي قتله هو ومراته، وبيخرج عن السيطرة بهدف الانتقام عشان يكتشف ان هناك مؤامرة اكتر مما كان يعتقد في البداية. الفيلم بطولة فين ديزل اللي بيقدم شكل مختلف عن اللي تعودنا عليه من افلام الاكشن وسباقات السيارات السابقة. فيلم The Postcard Killings من الوهلة الاولى لمشاهدة تريلر الفيلم هتشعر انك امام فيلم جريمة مختلف بعيدا عن الاكشن، ولكنه بيحمل قصة مختلفة بأفكار تخلي اللي يشوفها يغوص داخلها. بيتكلم الفيلم عن قصة ضابط شرطة سابق في مدينة نيويورك الأمريكية اسمه كانون، وعنده بنت جميلة وموهوبة ولكنها بتتقتل بشكل وحشي وبيتمثل بجثتها هي وزوجها في شهر العسل، وبيكتشف بعد فترة قصيرة ان الجريمة دي مرتبطة ببطاقة بريدية
تم إرسالها لبنته بترسل بطاقة بريدية تانية إلى ناقدة فنية سويدية اسمها ديسي لارسون، وبتكتر عمليات القتل والتمثيل بالجثث في جميع أنحاء أوروبا بنفس الشكل، والشيء الوحيد المشترك بينهم هو البطاقات البريدية المصورة اللي بترسل إلى الضحايا، وبيفضل الأب يبحث عن اللي بيقوم بده. الفيلم من بطولة الرائع جيفري دين مورغان. ونختم بفيلم جانز أكيمبو. الفيلم ده مناسب جدا لمحبي أفلام الأكشن والكوميديا مع بعض، فهو مليان بالمطاردات وطلقات الرصاص وفي بعض الانفجارات كمان، ولكن في إطار كوميدي ساخر. بيقوم الممثل الإنجليزي الشاب دانييل راديكليف اللي اشتهر بدور شخصية هاري بوتر في سلسلة الأفلام الشهيرة، الشاب اللي بيتورط مع عصابة اسمها سكيزم اللي بيقوموا باختيار أشخاص عشوائيين للتقاتل مع بعضهم، وده بهدف إذاعة العروض على جمهور الإنترنت في الديب ويب. اضطر مايلز للدفاع عن حياته، ولكن بتتعقد الأمور أكتر لما بيكتشف اختطاف حبيبته السابقة واللي لسه بيحبها على ايد العصابة المتوحشة دي. الفيلم بيدور في اطار من الاكشن والكوميديا الساخرة. اكتبوا لنا في الكومنتات عن افضل افلام اكشن شفتوها في سنة 2020. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس لمتابعة احدث الريفيوهات ومراجعات الافلام اول باول.